تصور دابا ما عرفتش كيفاش نقدر نوصف لكم، ما عرفتش اصلا كيفاش غادي نبدا هذا الفيديو، ولكن تصور اول مره ما كنعرف شنو ندير. موالف انا نخرج فرحت، شعلت فلامات كذا، زهيت واحد الوقيته وقفت وجاتني بحال فاجي بحال واحد الصدمه. واش كنحلم؟ واش هادشي بصح؟ واش بصح باللي حنا ضمن احسن ربعات المنتخبات في العالم غادي نلعبوا نصف نهائي ضد فرنسا، والجهه الاخرى كاين نصف نهائي كرواتيا والارجنتين؟ واش حنا خرجنا البرتغال؟ واش خرجنا السبليون؟ خرجنا بصح بلجيكا؟ واش بصح باقي متمارك على تبيت؟ ما شاء الله بزاف ديال الحوايج باقي عقلي مبغاش يستوعب. ربما غدا الصباح نقدر ربما نستوعب هادشي اللي انا عايش فيه، ولكن تاكدت انه واحد الحاجه، ما كاينش شي حاجه سميتها مستحيل. اي حاجه تقدر توصل لها بالعمل ديالك، بالانضباط ديالك، التوكل ديالك على الله، برضات الوالدين. يعني بزاف ديال الدروس استخلصناها من هاد كاس العالم. كون مرضي مع والديك، كون مرضي مع الله سبحانه وتعالى، خدم انضابط، خدم انضابط، نخدم انضابط، غادي توصل. ولكن السر الاعظم اللي ما عارفينوش المنتخبات كاملين هو هذا الاخوان، هذا هو السر الاعظم، وبهذا غادي نديو ان شاء الله كاس العالم. الا كنتو متاكدين انه غنديو كاس العالم، فرقعوا لي هذا الفيديو بلي لايك لي كومونتير بالبارطاج. غادي يكون اطول فيديو، غندير اطول فيديو حيت انا باقي ما مستوعبش هادشي اللي وقع. سليم بال مي جينت اكي وانا ابارسير لاس دو سيليكسيونز كي سي فينال ديال المونديال. الفينال، الفينال ديال المونديال شكون يلعب؟ المغرب وكرواتيا. اشو كيدير كي ماروكو؟ يا غربحو غربحو غربحو. هو 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 اخوتي، هو هو ديروا النيه، كلشي عند الله قريبه الاخوان. هان نضربوا كرواتيا اخوتي، نديوها كاس العالم. عكس عا واحد عا واحد، ولادنا يعوموا بحرهم، المهم حنا نعيشوا ونشوفوا. ولادنا دبروا راسكم من هنا، المهم بعدا شفنا حنا كاس العالم. السلام عليكم ولادنا، بنتي ولا كذا، ولاد دبروا راسكم، مع الله يجعلكم مع عمركم ما تاخذوا عاوتاني، ولكن حنا خاصنا نربحوه. تعلق عليك النجم، عليك النجم اخويا، يا ربي بغينا هذيك النجمه، يا ربي هذيك النجمه، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. I hate copyright. I think I might have a new type. No, baby, I'm مزوج. مزوج. أنتي مزوج هذا. ما فهمتش أنا البنات اللي كتطلعوا لي بزاف الفيديوهات، وكاع البنات زعطوا في بونو يا خويا. حسن عوان مرتو يا صاحب. حسن عوان مرتو. شرا واخا يدي بونو كاس العالم، غيمشي لدارو. غيمشي لدارو غيتلاقى مع مرتو، أول كلمة غادي تقول لي. أنت مالك كضحك؟ مالك كضحك؟ علاش انت كتضحك؟ احال داك الفم وكتضحك، علاش كتضحك؟ تخلع عجبك الحال، بنات دخلوا تيتابوناو عندك، ديرك لايك وكدا، ماشي مشكل، مراكو تيتزوجوا ربعة العيالات، علاش كتضحك؟ ما تقولش لي مبروك كيس، ولا تبارك الله، اش تقول لي علاش كتضحك؟ اعقل، علاش جابوه محيط طويل وكيضحك؟ المغاربة تيقولوا راه معجن، ولا هو كان كيضحك؟ حيت ستريس، فهمتي؟ هو هكاك داير، ربي ميسر ليه الامور الحمد لله. ها الفرق ما بين الرجال والبنات فاش كيتفرجوا. دابا باش تقول مثلا البنت نصيري شنو كيدير، واناحي شنو كيدير، تقول لك لا عجبني بونو. واخا راه كل واحد فين في اللعب، حنا كتشوف انت التكنيك وما تشوفوا لا الطوله والزين والضحايكه. لا حول ولا قوه الا بالله. واتقى مغربيه دايرين فيديو تقول لك لا ديالنا، اه شريفه. واو Everyone watching the Moroccan Spain football match. يلا هاتها. مي واتشين ذا ها يا سيدي تزعطات في الكورة. يلا عيني خضرين. لا حول ولا قوة الا بالله. مصيبة كحلة. دبرتو السيدة حق الله، دبرتو لي على مونتيف مع مرتو. ما غايبقاش يضحك. تزعطو في الضحكة ديالو، ما غايبقاش يضحك. صافي. باش نقول لكم السلام عليكم. ها؟ وعليكم السلام ورحمة الله. جميل. شو نقول لك المباراة صعقت. ساعة قم من المباراة باش نقول لك. كيفاش قم؟ ايش فيك تضحك هكذا؟ باش نقول لك انا مغربي. ابوي منو قص عليك ان المغاربة يتكلموا كيف؟ باش نقول لك انا هدر مغربي. انت قبي ما تفهم اهل المغرب؟ باش نقول لك؟ المباراة ساعة قم. باش نقول لك منتخب المغرب بيشرف العرب كاملين ان شاء الله. باش نقول لك؟ زين ابوي تبغي شاي ولا قهوة؟ باش نقول لك فيما الشاي مغربي باش صديقي احنا ما كنهضروش هكا.
ايش نقول لك؟ تيقولوا التوانسه ولادك. باش نقول لك، باش نقول لك ما كنقولوهاش حنا المغاربه، فهمتيني؟ ما كنقولوش باش نقول لك، نقول لك عرفتي شنو؟ والخاوه ديالي اشنو؟ نقولك واحد الحاجه ها الموك باش نقول لك، عشان باش نقول لك باش نقول لك القهوه كامله غدير فيك لك باش نقول لك يا راه صعيبه ديال تونس هذيك باش نقول لك. انا ما كنهضروش هكا هنا باش نقول لك. انا كنت عاير داك لي مارك عليهم مجبيوت. Vangal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazo y bueno, te meten pelotazo al área y te complica. Yo no quería hablar del árbitro porque después viste, mira bobo, que mira bobo. Agogo. زوينات اغوغو. عقلوا الاولاد الدراري يلعبوا معاهم في النار، قالوا لي اكاري غوغو اغوغو. فهمتي؟ عقل على خي اليامق. دخل تقول لي اغوغو اغوغو. عصبوا شوي. اخر دقيقة. اخر دقيقة. اخر دقيقة. اخر دقيقة. كريستيانو وينو؟ كسرنا عينو. شكرا يا شيخ، شكرا شكرا. دوزوا الوسط. شكرا شكرا. انتو مين؟ انتو مين يا مغرب؟ احنا مغاربة. انتو مين؟ ما شاء الله، قول ما شاء الله. انتو مين؟ ومالكو؟ فهموني انتو مين؟ عندك شي زوينة صاحبي. انتو مين؟ اوه اللحية. انتو مين؟ يا الله. الله يحفظك. رونالدو اطلع انت روح روح. رونالدو وينو؟ كسرنا عينو. نايس. لا حفظك الحاج، لا حفظك. اخر دقيقة. غادي دابا ارتاحوا باش واجهوا داك الشيء اللي جاي ان شاء الله عاوتاني بنفس الانرجي وصافي. مي جدا مقصرين جازنا دابا فينا. شن اونلي تو ياسين، شن اونلي تو ياسين. غادي دابا ارتاحوا باش واجهوا داك الشيء اللي جاي ان شاء الله عاوتاني بنفس الانرجي وصافي. مي جدا مقصرين جازنا دابا فينا. الله العظيم. شنو مات رونالدو؟ واش كتبكي ولا شنو؟ هادي بكي عندكم في البرتغال، هذا هو التنويح. اخا شو ما جمهور ما توزع على الاقل عطيوه السوار تاع صاحبي السيده. توقع عليها شي مصيبه. نسيتي 2018 نسيتو. وصافي صافي غير هاد المره خالتي راه شركنا الطعام. خويا سلام. ما شاء الله خاصكم تعرفوا الاخوان، راه حب الوطن راه من الايمان. حنا كنحبوا بلادنا ونفديوها بروحنا. الله الوطن الملك. حيت كاين بعض المرات اللي كتجي العجب انه كيفاش الامن الوطني حتى هو محتفل معك. راه كاين فرق ما بين واحد خارج فرحان وما بين الشغب، فرق كبير. راه حتى هو مشى راه بشر بحالنا بحاله وما صعبي. يلا جرع لك ميسي انت عشي فضيحة يا اخوي. الماتش ديال هولندا والارجنتين والله تا كان كارثة صاحبي. داكشي اللي كان واقع فيها صاحبي كلاشات وكدا طايفة. كيش فرجوت في المغرب شينوا التصاب لما تدير الفحص ديال الدي ان اي ابين ولدك ما يحتاج دي ان اي هذا. Who's going to beat Morocco in your opinion, Bretson? I mean, listen, Morocco is only the fourth African nation ever to make the World Cup quarterfinals. I think they're going to give you absolutely everything that they most possibly yes. can. Yes. I just don't think it's going to be enough. They've got a game. Literally play on one leg. اقرد قاع ملعب وفرق عنيكم فرق عنيكم. ايربور ذيس واي، ايربور ذيس واي. باي باي. اي شو سبيدر اخوان تيتعلم يصلي.
ما شاء الله اش يبان في اللايفات ديالو انه فهمتي راه باغي يدخل الاسلام ولكن لما متحمق على رونالدو يكون حقد علينا يطرح نفسه وكثير ناس تساله كيف استطاع المغرب ان يذهب ويصبح الان رسميا واحده منتخب من ضمن التوب 8 هذا التوب 4 سقف الكرة المغربية اللي وصلت له رفع على كل الدول العربية انتهى زمن الظهور المشرف no. الظهور المشرف لم يعد مرتبط بالنتائج داخل دور المجموعات تأهل دور الستاعش لم يعد من الظهور المشرف عربية سقف الجماهير العربية ارتفع الآن حتى هذه اللحظة أي منتخب عربي في 2026 2030 2034 لا يذهب إلى دور الثمانية ستصبح محطة المغرب والراية المغربية موجودة في قمة خاصة هذا إن شاء صح. الله هم ذن وصلوا الفينال يا ربي هذا الماتش يا ربي ضد فرنسا يا ربي يا ربي هذا الماتش يا ربي ونطلعوا الفينال يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي هذا الماتش ضد فرنسا يا ربي يا رب كثير علينا كدول عربيه الان تلاقي في ضغط كبير من الجمهور السعودي والجمهور المصري yes. والجمهور المغربي ما فيش سر الاخوان اللي متعوده توصل ماروكو ستيل جود ماروكو از فيري جود بات اتس اف وي توك اباوت لايك توب 5 سوري براذر سوري واش تصير احنا ولينا التوب 4 حقرونا حقرونا صاحبي كان حبيبي صاحبي حقر سينا سير صافي سير صافي سير فين هو بدر هاري Hakimi is born in Spain. That's what makes him better. Born in Madrid, came through the Madrid system, lived in Madrid, grew up in Madrid. Yeah. Obviously, he's Moroccan parents, and he scored the winning penalty against Spain in the Panenka and did that celebration. Got offers to play for Spain as well. Yeah, he can play for Spain. Like, he's Spanish. أسير واحد لما قال صاحبي كاتب صحيفة ماركا كنظن ديال مدريد كاتبين أنه منتخب ديالنا ومنتخب أمم متحدة. يا سلام واو. قال لك عندنا احنا كندربوهم كذا. كيكبروا عندنا وكيتزادوا عندنا وهادي وعندهم جنسيه فهمتي اسبانيا وكذا وكيمشيو يصرخونا ماشي معقول هذاك ماشي منتخب اه ياك المرضي مزال عرض عليك اللعابه ديال سباليون اللي ماشي بسباليون اخر واحد انيستو فاتشي ياك من غينيا ولا ما نعرف منين بلاتي نهضروا على فرنسا ها لا حول ولا قوه شيء الا بالله العظيم يلا انتم تا اوروبيين ولاو كيحاربونا اخوتي ها ولا شي حاربونا صاحبي حلاقم Well, watching so many games, how far do you think Morocco are going to get in this tournament? Yeah, from going to all the matches, I can tell you they have the loudest fans at the World Cup. Yes. It's like a 12th man. They are incredible. They get behind the nation. They usually have about 80% of the crowd. They've traveled Masha in numbers, Allah. And I truly believe that they have the passion and the players. Yeah. They show that on the pitch. They have the quality. I think they stand a good chance against Portugal. I'm not saying they're favourites, but when they're in there and they're dominating and they've got the fans behind them, it's football. Yeah. Well, watching so many games, فهمتي ما كذبش ما كذبش. تحية للجمهور المغربي اللي كان في تيران فهمتي. تبارك الله تبارك الله. تنتخيل الفينال المغرب والأرجنتين ملي غيتلقى الجمهور ديالنا مع جمهور الأرجنتين. غادا تشبك يا خويا. نيجيريين فرحانين اخويا اهم حاجه لافريك كامله معانا اخوت ماما افريكا Yes, they can. Yes, they can. Honestly, so they've got Portugal. They've got Portugal. I think it's Saturday afternoon before we play against France. Yeah, I'll be play the winner of that game. Who would you rather have? I'd rather play Portugal. Would you? No, and the reason I'm saying that is because Southgate traditionally struck. Look, what there are games. Okay, perfect example. Hungary. خويا خويا راه في شكل أنا عقليتي وأنت تيوقف في واحد اللحظة ملي كنلقى أنه ناس كيرشحوا المغرب أنه يدي كأس العالم. واش بصح هادشي كنعيشو؟ ناري وضربني الفيقة ونكون ناس هذاك هو الحماق وحق الرب والله غنتسطى بالله
مازال طامعين يا سيدي ربي، يا ربي تفرحنا. كلشي يا خرجي تسطاه تطرام غيدوز دابا ما فاهم والو، والله تعرف شو غيدوز بالله. يا ربي عاوتاني غنبدا نبكي يا صاحبي. يا ربي يا ربي مازال طامعين في فرجاك يا ربي، مازال طامعين فرجاك يا ربي، مازال طامعين فرجاك يا ربي، يا رحمن ويا رحيم يا رب العالمين. يا ربي تفرحنا يا رب. شوف الخيل تبارك الله. شوف 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 الاخوان البوليس الخيل ديال البوليس سبحان الله كيفاش داير. هذا راه شارك مسابقه ديال الجمال ديال الخيل اللي كيديروا الدول الاوروبيه ويربح. الخيل العربي الاصيل شو ما شاء الله. شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله. وغتلقى هذا العود هذا اغلى من بوغاتي. شوف الفيديو تكلم عنه. اوه ملك المغرب محمد السادس يحتفل مع جمهور المغرب. الله ينصر سيدنا عاش الملك. عاصمة الأنوار والجمال بعد مباراة المغرب مع إسبانيا، ملك المغرب محمد السادس يحتفل مع جمهور المغربي في تاج راسنا ملكنا الحبيب لملك المغرب. الملك ديالنا بغى يمرر واحد الرسالة أنه المشجع الأول والمواطن المغربي الأول مرتدي القميص الوطني وحامل راية الشعب. يا رب تحفظه يا رب تنصره. طبعا الداعم الأول للرياضة المغربية الله يحفظه في المغرب. جميل عبد الله هذا الترابط ما بين القيادة والشعب في 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 المغرب، فما بالك أن الجمهور العربي كله تفاعل مع هذا الفوز. كم هم محظوظين بجلالة الملك الحمد لله الحمد لله عهده على الدعم اللي يلاقونه الجامعة الملكية بالإضافة إلى المنتخب المغربي. رسالة جميلة جدا أن المغرب حتى ملكها متواجد في الشارع المغربي. وسا 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 مازال العالم المغربي مرفوع بين دو. شو 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 رايتنا فين بقات يا خويا. شوف دابا اي منتخب تيتقصق تيحيدوا لي الرايه ديالو. شوف وسبحان الله شوف شوف المغرب بقى بوحدو هنا ودابا ملي على دارت الكاميرا هنا. شوف البرتغال دارت نص خطوه خارجه بحالها ها هي خرجات. هادي طارت هادي طارت هادي طارت هادي طارت ها اللي بقاو. وحنا اللي مزيان اخو الواحد يكون شاد تيقارو فهمتي غيبقى يرفرف بوحدو كيف ما هو ان شاء الله باذن الله. وكاع العالم كله غتنزل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ربي معانا ربي معانا ربي معانا غيبقى بوحدو هنا ان شاء الله باذن الله. مغربي عشيري مكسيكو مكسيكو ريم ستيريو سير شنو هذا مكسيكي هذا شو تعلم سير هذيك اخي مكسيكو اشبهت قال كثير قال لك اي لاف سي سي ذا ماروكو جيرلز ار فيري فيري نايس بيوتيفول سكس از بيوتيفول اي وونت تو ميري وذ ا ماروكو جيرل. هلا واو 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 مارد حالا 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 مرحبا مرحبا. نو 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 غير باش نوضحوا واحد النقطه لجميع الدول العربيه راه كنغيروا على بناتنا فهمتي فهمتي باش تنقص على مغربي تقول لي تيعجبوني البنات ديال المغرب وكذا. نو برو بنات بلادنا كنغيروا عليهم في الحلال الحلال مرحبا ولا فهمتي. لا لا اشبهت قال كثير قال لك اي لاف سي سي لا 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 شو شو جيرلز ويلي برو راه المغرب هذا نفسنا حارة على بناتنا اخويا. تكايس حسيني شو شوف اللي دار فيه غير طق ضاربو مرة الحلال حلال حلال هاني يا فهمت مرحبا مرحبا نعطيك ويلكم. خلينا نشوف بالله المقطع هذا للمشجع رجل الامن المغربي الذي صرح النظر شدة حبه منتخب وفرحة محبوسة في الداخل. اوه هذا الفيديو هذا هذا راه اشكال الفيديو هذا كيبان صغير هذه المشكله مصغرين هذا لقطه اشكال عشي عشي عجبني عجبني هذا الدري هذا خصو يتكرم على الاخوان يستاهل طبعا العمل عباده ولكن المنتخب لعب ماتش خطير وممنوع يتفرج وليس المنتخب كل احترام لهذا الولد هذا شو 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 كي غوت شو 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 الغوته ديالو
وعزيز شنو يا صاحبي ما تقدرش الدور وخاصك فهمتي راه كل احترام لهاد الولد هذا تبارك الله عليه. واسم المغرب فين؟ تبارك الله. شوفوا المغرب في كأس العالم فين؟ تبارك الله. شوف في الصورة وتفرج. قل اعوذ ربي الفلق. اسم المغرب موجود وسط مين؟ ما شاء الله. اقسم بالله الصورة دي انت لما تشوفها كده يعني الواحد مش مصدق نفسه. يعني الواحد بس عايز يتكلم على ان اسم هذا من فضل ربي موجود وسط مين؟ البرازيل، كرواتيا، الارجنتين، هولندا، وهنا ايه تكمل بقى بعديها تقول مين؟ تقول انجلترا، فرنسا، لا تقول المغرب. ما شاء الله هذه بداية وما زال البرازيل وتنطق الارجنتين وتنطق الاسامي دول يجي جاي اسم المغرب. لا غالبا الا الله. الجمال والروعة. ايه يا جماعة الجمال والروعة دي؟ يعني الواحد لما ينطق الاسامي دي ويقول في كاس العالم وتبص تلاقي المغرب وسطيهم، المغرب اسمها وسطيهم بعد الدوشه وبعد 32 فريق تبص تلاقي فيه 8 وسطيهم المغرب. تتخيل؟ تتخيل عزيز المشاهد اللي بيشوف الفيديوهات واللي بيشوف كده على شاشه التلفزيون الثمانيه العمالقه من وسطهم مين؟ المغرب. شوفوا الجمال والروعه. عايزين احنا اكتر من كده ايه؟ مع اني كنت واثق ان انا بشوف الصوره دي وبشوف الاسم. تبارك الله تبارك الله اللهم بارك. قل اعوذ برب الفلق. أم جزائري تسافر لقطر لمفاجأة ابنها. لا إله إلا الله الأمرين. هذا ولده. أوه مسكين. واه واه صاحبي واه الأمرين نعمة وهدية من الله في الأرض والله القاسم. يا ربي تحفظنا مواتنا يا ربي يا ربي. واللي مات لي الله يرزقه الصبر يا ربي. الله يرزقه الصبر وإن شاء الله تلاقاو معاهم في الجنة إن شاء الله يا رب. باي باي اسبانيول. باقي المغاربه مطلعين على الاسبانيون يا اخويا ما عمرهم غينساوها يا اخويا. قطر الاخوان راه تسدات الاخوان. دعواتكم نوصل قطر قبل ما ينتهي كاس العالم. تسدات قطر صافي. هذا اللي بغى يدخل القطر خاصو يمشي في لابيلانس. أوه هاد اللقطة هادي تاريخية يا صاحبي. بالرجولة وقف فيا نايمار البارح. بالرجولة وقف فيا نايمار فهمتي. ولكن ماشي قلبوها للشو وكدا الأداء وكدا العيبات. مرة بالرجولة مرة عا الشونجمون ديالهم يعطيوها لنا نديو بها حنا كأس العالم. الحمد لله عندنا رجال. أما خويا بهاد النجوم كاملين أصاحبي ما عاودوش قرقبو كأس العالم من 2002. خونا أشرف. اليوم البرتغال اثنين كريستيانو وتقول لهم هذا البرتغال خلاص تم والله لا تزعلوا بلبس البرتغال عشانك. لا انا اقول لك عندي امل فيك انك حتقصيهم. لا يرحم الوالدين اللي لبس فرنسا ما تجي بالرجوله الاخوان. اي فرقه كيلبسها يا خويا كتقصى غاتشرى بزاف هادشي يا خويا. وراه يكون لبس البرتغال واقيل. هذه ماذا؟ زوجها اسباني طردها وطلقها من اجل فوز منتخب عربي المغربي تحيه المرأة العربي المغربي. هذه متزوجه اسبانيوني. طلع لي الدم ما كانش معايا يكذب عليا. ماريا يعني من ماروك انا يعني من ماروك. شبه زوينه ود البلاد تقزي تي وديها. طلع لي الدم طلع لي الدم حصلته وارد شماك من ماروك وارد شماك وارد شماك. أنا مش حوجة شيء جميلة. والمغرب بوم عارفك بعدين. لا ولكن ماشي سباليونية دي وش كيهضر هو. وهي خويا وداها المغرب. هذه ماشي فلامية. لا قمار لا قمار يا عم. لا قمار اش تبليس. والمغرب لا راجل نيت اللي جرى عليها الزنقة. راجل نيت. سير على بركة الله.
هذا إبداع. شكون هذا مصاري؟ سيمو أوزالي فنان، خويرك فنان أخويا، عمل رائع ما شاء الله. خدمة أسطورية بالرجولة. واو نايس. الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. شو الأرجنتين شحال البشر خارجهم؟ هذول اللي داروا انتخابات ميسير غير ولي رئيس ديال الأرجنتين. أنت مع السا. شي فوردي طويسة بطيحة. والله الحمد لله راه هادشي اللي وقع. راه هادشي اللي وقع نيت. الحمد لله الحمد لله. ليه ما نكسبش كأس العالم؟ عندنا المنتخب المغرب في أقوى لاعيبة في العالم. حكيم زياش وفي ومعهم مدرب محترم جدا، ليه ما نكسبش كاس العالم؟ ليه احنا العرب دايما نفرح لما نطلع دور 16 ودور الثمانية ودور، لا نطلع ونكسب كاس العالم. احنا الجزائر توقعاتك للماتش هتبقى كام كام؟ خسارة المغرب. واي يا اخويا ملاش يسمعش خونا بدا يهضر على الجزائر وهو في الاخر ولا متناقض مع نفسه وتوقع الماتش خسارة المغرب. واه خويا احنا العرب فهمتي ما لا حول ولا قوه الا بالله فهمتي. كاين ناس بشكل فهمتي. دوز الجمهور لقطه انسانيه لجمهور المغرب مع طفل مصري مريض، شوفوا اوقفوا احتفالاتهم عشان يحتفلوا به ازاي. وادم الله يشفيه، وادم الله يشفيه، وادم الله يشفيه. الله 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 يشفيه، الله يشفيه. وادم الله يشفيه، وادم الله يشفيه، وادم الله يشفيه، وادم الله يشفيه. الله الله عادي يا اخويا شوف المريض اخويا الشرع عادي عندنا اخويا. يعني خلي بالك طول عمرنا نقول الرياضه تقرب ولا تفرق، وكنا بنقولها من باب الايه يعني التمني او هكذا تريد الرياضه ان تكون. دي ترجمه على ارض الواقع يس برو ان ده اللي حصل. لم تحدث هذه الوحده والتلاحم العربي في اي حدث. يعني قطر وجه السعد وجه السعد قطر علينا في مناسبه دينيه. اكبر صفحه رياضيه برازيليه في تويتر نشروا هذا الفيديو دابا وكاتبين احد الاسباب خساره ما عندناش كابو والجمهور بحال هذا في التيران وقالك الملعب فيه غير العريضات واغنياء الجمهور حقيقي ما مشاش للقطر ساخطين على الوضع مساكن. المهم وحنا كيتضرب بينا المثال عادي 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 اوكي غتموت مسخور غتموت لا غيموت شي واحد هذا مالو هذا غيموت تسقعد تما الطبلاش دارت لك نفرحوا ولكن بداو نهرسوا لا سي 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 سير الله يفرحك كما فرحتينا وليد سير الله يفرحك كما فرحتينا سير الله يرحم لك الوالدين في هذا النهار. مال هذا؟ رونالدو. يا شو بالرجولة فهمتي؟ سيد كيبقى اسطورة فهمتي؟ كيبقى اسطورة وتيبقى في الحال على هذا الشيء اللي وقع ليه، لا سوا مع الفرقة ديالو ولا مع المنتخب باش كيتسيف عليك الجمهور وكيتسيف عليك فرقتك اصاحبي اللعابة اللي لاعبين معاك ما باغينش يلعب ما بغاوكش تلعب معاهم.
مشيتي نساو كاع داكشي اللي عطيتيهم ما نتيش يبقى في الحل. ولكن خويا المغرب المغرب انا تيعجبني ميسي ولكن خويا الفينال ما كاين لا ميسي لا ديسكري ميسي دا كلشي انا بغينا نديروها كويس. السلام عليكم ولا لاباس علي يمشي يطلع في فيراري ديالو بقى يبكي نرعف قهيوه وكذا وهادي ونخرجوا نخلقوا السعاده وكذا سير حتى نديو كاس العالم ان شاء الله سير هرمنا الاخوان باش حتى نوصلوا لهذا اليوم هذا هرمنا 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 احتفال الشعب العماني بتأهل المغرب هاد الصوت اللي كتسمعوا راه الالترا ديال المغرب فهمتي الالترا كاين في المغرب راه ماشي في عمان. منتخب الساجدين الى النهائي ان شاء الله الى النهائي ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب هاد الماتش يا رب يا رب يربحوا هاد الماتش يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب المعنى الحقيقي من تواضع لله رفعه خوشه باش كتزوج بوحده كازا شوف اوكي اخوان الله يحفظك زوجاتي باش كتاخذ وحده كازاويه انتم شو المدام اش دايره عباد الله راه بصحتها بصحتها صحتها فرحانه 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 أكبر مسؤول وصولا إلى أمير دولة قطر الذي وقف كالمعتاد شكرا الأمير مشجعا كل منتخب عربي حضر كل مباراة المنتخبات العربية ويبدو مسرورا سعيدا فخورا بفوز المنتخب المغربي وتأهله إلى نصف النهائي ربما أكثر من إنجاز استضافة قطر أصغر إلى أكبر ها ها هالفضل هالفضل والرباح الفضل والرباح كما قلت لكم الاخوان الام ثم الام ثم الام ثم الام الاخوان الام ثم الام احسن قرار دارته الجامعة الملكية انه خلاو اللاعبين يجيبوا لهم مواتهم عرفتي شنو هي صاحبي امك الصباح كتقول لك سير الله يسهل عليك سير الله يرضي عليك عرفتي شنو هو صاحبي الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم اهل عمان اهل عمان الله يعمر دار لحظات تحبيس الانفاس في دكه البدلاء وفرحه تاريخيه بعد صافره نهايه مباراه البرتغيز البرتغال عشان كانت اطول 8 دقائق وتصوروا ومن دقيقه واقيله 50 وانا كنت كنحسب شحال بقات من دقائق الحمد لله الحمد لله خارا كان غير حمقني الحكام وما تقلقوش مني الاخوان ما عرفتش شحال واحد ما يتفقش معايا ولكن ديك الحمراء اللي تعطات اول حمراء كتفرحني اكل احتراماتي اللاعب ولكن هاكا فهمت المهم فرحتني ديك الحمراء السلام عليكم الاخوان المهم ما تفكروش شي حوايج اللي كيعصبوا انت حيت شديره حمقني حمقني ولا تحمقني بالله زيد اخويا زيد اخويا يلاه دابا 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 غيصفر دابا 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 هنا غيصفر هنا 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 يلاه 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 دومي فينال دومي فينال دومي فينال واو رجع داك ستريس وحق الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله او تحياتي لاهل اليمن والناس ديال اليمن شو تبارك الله شحال ديال الناس خارجين اصاحبي والله والله يعجز اللسان على الكلام كيف نشكر هذا الشعب الرائع يا اخوان يا اهل اليمن يا اهل اليمن احلى شعب تحياتي لكم من المغرب الاصل ديال العروبه الاخوان اصل العروبه ديال بوخلال ديال بوخلال الكره اللي ضاعت هذيك تعطي درس لبوخلال انه شوف ما كاين ما احسن من السامبل بلا ما نبقاو نزوقو ضرب كره سامبل اخويا
تألق ديوغو كوستا. يلا المحاولة تعود مرتين، تعود مساحات المنتخب البرتغالي. يلا 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 خلص 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 جاهزين. شوف فرنسا 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 المغاربة فرنسا. أنا ما أعلم الغيب ولا شيء، بس سبحان الله بجرب. تمام خويا، الآن أنت في مهمة رسمية حتى يفوز المغرب بكأس العالم. السلام عليكم. طافي بغينا خويا نهار الأربعاء تلبس فرنسا مراكش بالمغرب. لحظة الهدف ديال يوسف نصيري، هدف تاريخي غيبقى للتاريخ. أحسن لقطة في الماتش وحق الله. الله القاسم لا أحسن لقطة. الله يحفظ كل أمهات العالم. لنعلم أن غيرنا ليس أحسن منا. ويمكن أن نكون في مستوى الآخرين أن نكون أحسن منهم. إذا نحن آمنا بنفسنا وقررنا أن ننزل شيئا ما إلى الأرض وأن نمشي على رجلنا بكيفية واقعية وأن نبني مستقبل العرب على الإنسان. فلنعلم أن غيرنا. شكرا معلم. هكاك نهار الأربعاء لبس فرنسا. نهار الأربعاء بيد بيد. ان شاء الله بربي. ان شاء الله بربي. واخ توحد في الجوج مدس. المغرب تعمل ايه مع البرتغال؟ على فكره لاش كده السؤال ده بالمناسبه الضحكه دي حلوه. ضحكنا ضحكنا السؤال دوت قبل مباراه كرواتيا. كنت هتضحك نفس الضحكه بلجيكا نفس الضحكه اسبانيا نفس الضحكه طبعا. بس الموضوع زي هي النهارده رخمت علينا شويه. لا غير انها رخمت. انت كمان بص على المغرب. المغرب لعبت 3 ماتشات ورا بعض تقال قوي. دي مشكله. مش انت لعبت كل الماتشات. يعني انت لعبت 4 ماتشات اللي هو المجموعات لان حظك ان انت اضطر. يعني المغرب البرتغال ريح في الماتش الثالث قدر ان هو يريح لعبته ويدي للعيبه اللي ما لعبتش ويشوف يجرب. لكن انت في الثلاث ماتشات لعبت فول باور. انت في الاربع ماتشات لعبت فول باور قبل اسبانيا كمان بالظبط يعني وخارج النهارده لعب 120 دقيقه وقدام بقى الناحيه الثانيه فريق زي البرتغال مخلص اصلا الماتش من الشوط الاول. يعني هو الشوط الاول اصلا قرر ان هو يخلص الماتش وخلاص. انا اصلا لو عايز اروح عادي هكسب. يعني شوف بغيت وين تشوف وجهه دابا وحق الله. والله لو بغيت تشوف وجهه تحليل يا خويا اشي تحت دوال التحليل وحق الرب. واش اخباركم الاخوان بلي مجموعه ديال المغرب اللي كانوا يقولوا مجموعه الموت شويه ملي طلع المغرب الاول قالك مش مجموعه الموت انه جوج منتخبات فيها راك غيلعبوا الدومي فينال دابا المغرب وكرواتيا. كاع المنتخبات تمسحوا كاع المنتخبات طارو كلشي بقات فرنسا وارجنتين. السلام عليكم كلشي مشى. يعني مجموعتنا حنا باش تعرفوا المجموعه كي كانت وباش تفتخروا بالمغرب كيما المنتخب تاعو كذا المغرب كذا وهذه التسييره صاحبتي تسييره صاحبتي وزايده بالضحك. ليش تضحك ليه؟ ليش كنضحك؟ البرلمان التركي يحتفل بفوز المغرب وخاصة راحوا مرة سبقونا الإنجاز. أول منتخب إسلامي مسلم فهمتي كيوصل للدومي فينال في 2002. المهم حتى حنا وصلنا حتى الله نوصلوا لفينا إن شاء الله بربي إن شاء الله يا رب. إيه حلاو لو فرحة فلسطين بهدف نصيري على البرتغال. خوتنا وحبابنا فلسطين دائما فلسطين حرة. لاعبي المنتخب البرتغالي يباركون اللاعب أشرف حكيمي بعد التأهل. إن شاء الله مبابي غيبارك الحكيمي التأهل إن شاء الله إن شاء الله يا رب. مشوق والله عيني زغلت بالدموع
والله يذوم الرجال أذوم السيودة بالحق ذوم الأبطال اللي يشرفوا الأمة العربية وشرفوا الأمة الإفريقية ما شاء الله التعبير. والله العظيم لحمي شوك أقسم بالله المعلق هو يبكي أنا عيني بالدموع أحرام يا توينس أحرام يا منظومة بش خلونا مدمرين إيش كرة دي أبو خليل واه يا أخوي حمقني في ديك الكرة وحق الله أم أدريك يسلخوا ضيعتي ديك كرة وش بنيسك عارف أطيه 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 يا ربي تسمح لي والله القاسمة الإخوان البطاقة الحمراء فرحتني اللي خداش ديرة ما عرفتش عليها فرحت يا ربي تسمح لي يا ربي تسمح لي يا ربي تسمح لي. اليوم المغرب كسر باب المشاركة المشرفة واقتحم باب الإنجاز بلاد الشرفة أكثر من هك. بلاد الشرفة والملوك والأسود شو بغيتي. المغرب هو بطل هذه الدورة الرجراجي بغض النظر شكون ياخذ جائزة أحسن مدرب هو أحسن مدرب في هذه الدورة بونو وتدعمه الأرقام في ذلك هو أحسن حارس في هذه الدورة ماركين على راسنا هو أحسن خط دفاع جمهور المغرب كان اليوم أحسن جمهور في هذه الدورة أنتم اقتحمتم أبواب الإنجاز وكسرتوها بكل أطرافها اليوم المغرب شرفنا فرحنا يا ربي المصري الفرنسا يا ربي 11 لاعبي والرجالي على أنكم خرجتوا منا أفضل المشاعر الإنسانية يا السعادة الستريس الفرحة على الماتش ديال فرنسا يا ربي بعد الإنفي آخر ثواني على تاريخ جو شو صافي ولا مغربي يا رب جو شو ولا مغربي يا خوتي يا رب يا رب يا رب انا ما غنسوعك تنفيق قد الصباح ونعاود نتاكد انا غنسوعك تنفيق قد الصباح الحمد لله الله يبارك فيك لا حفظك لا حفظك اشتي كيبا ميكيبا فورتيسيما fortíssima. Eu não sei como é que se diz que esta equipa é uma equipa menos favorita ou mais favorita. Vamos lá ver. Quatro jogos que realizou, duas vitórias e um empate, e dois empates. Foi a única equipa que na fase de grupos fez 7 pontos, a única. Tem 4 golos marcados e um sofrido, e o sofrido foi um autogolo. A média é fabulosa, 4 para 1, fabulosa. Não há nenhuma equipa que tenha esta média de golos marcados e sofridos. É uma equipa extremamente bem organizada, de grande qualidade e de grande intensidade competitiva. O Alá Hedar Qbel, mas não farga o Fébio. Tem que ser chegar bem a esta equipa. Fortíssima. Fortíssima. Não sei como é que se... Está na tuba! أترخصنا كامل شي والد رقراقي في حياتنا اللي بقى يعطينا الطاقة الإيجابية وتقبل القدرات ديالنا الإخوان وتحققوا الأحلام ديالنا كامل خاصنا والد رقراقي في حياتنا هو صراحة دايرهم بحال ولاد وعاطيهم الحب يا أخي شكون هذا؟ نمشي لعب هولندي هذا You enjoyed it I really did هولندي هذا I was about 10 years تخيل معي المغربي Yes تطلع اسبانيا Yes بعدها تطلع البرتغال وبعدها تطلع فرنسا يا ربي What صيروا ملوك اوروبا مش تخيل معي المغربي تطلع اسبانيا ونتلاقاو مع كرواتيا فينا طلع البرتغال وبعد هذا امر كبير وخطب جلل وانجاز غير مسبوق ان يصبح المنتخب المغربي ان يصبح اسود الاطلس من اربع منتخبات تتنافس على كاس العالم يا جماعه الان هناك مباراه واحده ويصل المنتخب الى نهائي كاس العالم ما شاء الله وبالتالي يكون وصيفا يكون ثانيا او يكون بطلا للعالم أنا شخصيا لا أستوعب هذا الذي جرى هذا أمر يفوق التصور يفوق كل التفاؤل يفوق كل الأحلام فشكرا للمغرب شكرا نحن لها إن شاء الله الذين كانوا شكرا الأخ أيمن زاد الله كشأننا بهم دائما ونصر العرب جميعا قاتلوا حرثوا النجيل الأخضر قدموا الغالي والرخيص وقدموا العرق وقدموا التضحيات ليس فقط في المباراة مع البرتغال في كل المباريات الأخرى أقول شكرا للمغرب على هذا الإنجاز وبالطبع المنتخب المغربي انتقل الآن إلى مرحلة جديدة مرحلة مباراة مع فريق أوروبي آخر فرنسا أو إنجلترا من أجل اللعب في المباراة النهائية مهما حدث بعد ذلك
لا يمكن تصور هذا النجاح المغربي، لا يمكن تصور هذه الفرحة التي جلبها لنا المغاربة. أقول شكرا للمغرب الذي مثل المغاربة أولا، عرب أمازيغ، مثل الأفارقة، مثل المسلمين، مثل العربية، مثل الجميع. إذا فاز منتخب أول مرة يفوز في كأس العالم مثلا المغرب إيش رح يصير؟ بحسب دراسات الفيفا رح يدخل هذا المنتخب تلقائي تصنيف أفضل 5 منتخبات في العالم. رح ترتفع القيمة السوقية للاعبين في هذا المنتخب لأكثر من 350 مليون دولار، ورح تجيهم عروض مغرية من كبار الأندية الأوروبية، ورح ترتفع إيرادات الدولة بقيمة تصل إلى 25%. إذا فاز منتخب أول مرة يفوز. لا الناس داوش يحسبوننا يا أخوي. جاو كيحسبون لدينا كاس العالم شنو يوقع في المغرب وكذا، ربحوا على فرنسا فهمتي، ربحوا فرنسا وديك الساعه نشوفوا هذا الشيء فهمتي. المهم ربحوا فرنسا بعد دموع غاليين اخويا نور الدين. لاست فير هاف فيناله اونغلوفليك ما شاء الله. ربي يحفظكم، ربي يحفظكم يا رب. هذا فينال. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. الحمد لله الإخوان. عندنا فرصة مع التاريخ الإخوان. ديروا النية الإخوان. ديروا النية بقى لنا ماتش واحد على الفينال. يا رب. يا رب.